فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: النقود التي تحتوي على ذكر الله إذا كان يريد دخول الخلاء وهو في منزله، فهل الأولى أن يخرجها قبل دخوله؟ هل فيه مشقة؟ فيه مشقة يقعد أو يعني فيه مشقة، تقول له كل ما تبي تدخل فتش مخابيك وفتش لا يصير به نقود فيها ذكر الله، هذا من التشدد. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.